السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم فورماسيون اي امبلوا فوتر شين دو ريوسيت. الحلقه ديال اليوم غادي تكون هي اول حلقه في سلسله الدروس المخصصه لا ريشيرش دومبلوا، اذا البحث عن العمل. بزاف ديال الشباب كيقول لك انه كيعاني من مشكله ديال ايجاد الوظيفه او ايجاد الوظيفه المناسبه. كيقول لك انا درست وخديت الشهاده ديالي، سواء الشهاده الجامعيه ولا شهاده مهنيه، وبديت كنقلب على عمل ولكن بدون جدوى. اذا السؤال اللي كيطرح نفسه، واش هذا المشكل الاساس ديالو اننا ما كاينش الشغل في المغرب، او لا المشكل ديالو ان الشغل اللي موجود كيكون بالواسطه، او لا المشكل الثالث هو اننا حتى دوك الشباب الباحث عن العمل ما كيعرفش الطرق الصحيحه للبحث عن العمل. نقدر نقول لكم انه كاينين في هاد الثلاث احتمالات، كاين احتمالين صحاح واحتمال خطا. الاحتمال الخطا هو انه ما كاينش الشغل في المغرب. انا عارفه بزاف منكم ما عجبهمش الكلام اللي كنقول دابا، ولكن كنتمنى انكم تسمعوني حتى الاخر تاع الفيديو. مشكل الواسطه مشكل حقيقي موجود في المغرب، هذا يعني بزاف ديال الناس كيقدروا من خلال المعارف ديالهم انهم يوصلوا لواحد الشغل، اذا هذا مشكل موجود. ولكن المشكل الثاني، وهذا المشكل ديال الواسطه ماشي بايدنا احنا نحلوه، يعني هذا مشكل ا لون تيرم، يعني نقدروا نحلوه في اطار الدوله او في اطار الجمعيات، ولكن ماشي كل واحد فينا يقدر يحلو من الجانب ديالو. المشكل الثاني اللي كاين هو ان الشباب رغم انه درس وحاول يبحث عن العمل ما عندوش الطرق الصحيحه وما كيعرفش كيفاش يقلب بطريقه صحيحه على العمل. اذا احنا متفقين، اول حاجه اي انسان فينا كيحلم انه تكون عنده واحد الوظيفه قاره، كيدخل عنده اللي كيدخل له منها واحد الربح مادي اللي يقدر يحقق به ذاته، وفي نفس الوقت فان الشغل كيعطينا حتى هذاك التحقيق الافتخار، او لا الانسان كتكون عنده هذيك الكرامه الانسانيه ديالو. اذا البحث عن العمل هو هدف من الاهداف الكبيره ديال كل انسان فينا. بقات اننا قلنا انه كاين جوج المشاكل، كاين مشكل الواسطه وقلنا انه ماشي بيدنا نحلوه، والمشكل الثاني هو مشكل طريقه البحث عن العمل، وهذا هو الغرض من هذا سلسلة الدروس. غادي نقول لكم من بوتيت انيكدوت، وغادي نعاود لكم شويه على حياتي. انا من بعد الدراسه ديالي وبعد واحد سنوات ديال الشغل في المغرب هاجرت لكندا وعشت واحد الفتره من الزمن هناك. وفاش قررت انني نرجع للمغرب، بزاف ديال الناس اصدقاء وعائله حاولوا انهم يثنيوني على هذا القرار، وقالوا لي انه قرار غير صائب، لان المشكل الاساسي فيه قالوا لي غادي ترجعي للمغرب وما غاديش تلقاي العمل المناسب، انه كاين مشكل ديال الشغل في البلاد وانه من الصعب العثور على وظيفه مناسبه. ولكن انا كنت متاكده ان الكلام ديالهم ماشي صحيح. علاش؟ لانه انا عارفه وكنت خدامه حتى في كندا، خدامه مع الناس اللي كيبحثوا عن العمل وكندير لهم لو كوتشين، وعارفه انه الارقام كتقول انه الانسان اللي كيبحث عن العمل بطريقه عشوائيه عنده الفرص قليله في ايجاد هذاك الوظيفه المناسبه، في حين انه من بعد ما كيحضر لهذوك لي سيونس دو كوتشين ديالنا كتزاد نسبة الحصول أو الفرصة ديالو في الحصول على العمل، ماشي كتضاعف، ماشي كتضرب في جوج أو لا في ثلاثة أو لا في عشرة، ما في 88%. يعني 88% ديال الناس اللي جاو عندنا وخداو دي سيونس دو كوتشين على لا ريشيرش دومبلوا ما كانوش لاقين واحد العمل، أو لا ما كانوش لاقين العمل المناسب. من بعد هذيك الدورات التكوينية 88% فيهم تمكنوا انهم يلقاو الوظيفه المناسبه اللي كانوا كيبحثوا عليها. اذا نكمل لكم، انا منين رجعت للمغرب نقدر نقول لكم انه بعد اول اسبوعين، يعني وصلت وبعد اول اسبوعين كان عندي اكثر من 5 ديال العروض. علاش؟ يمكن غتقولوا لي حتى عندك تجربه دوليه وكبيره، ماشي بحال واحد غادي يبدا
هادشي صحيح، التجربة كتساعد والخبرة الدولية كتساعد كذلك، ولكن ماشي بالضرورة جميع الشركات كتقلب على هذاك لو بروفيل العالي. كاينين شركات اللي اول غتشوف هذاك لو بروفيل مثلا عنده تجربة كبيرة، وغادي تشوف عنده مثلا تجربة دولية، تقدر انها ما تاخدوش، لانه غادي تقول هاد السيد غادي يطلب ليا واحد السالير عالي، فمن الاول غادي ترفض هذيك لا كانديداتور ديالو. دونك على حساب الشركه علاش كتقلب. كاينين شركات كبيره كتامن بالشباب وكتامن بالمواهب، والى لقات الموهبه اللي تخليها انها تستثمر فيها ما غاديش تيزيتي، ويعني ما غاديش تفكر ولو لحظه انها تخليها تضيع من يديها. إذا الهدف ديال هذه السلسلة تاع الدروس هو أننا نخليو الشركات عندهم الرغبة أنهم يستثمروا فينا. أنا قبل ما نمشي لكندا في نفس الإطار نقدر نقول لكم أنه خدمت في أكثر من 5 شركات في المغرب، وأنا اللي كنت كنقرر أنني نغير الشركة، ودائما كانوا عندي عروض. علاش؟ ماشي حيت أنا لو بروفيل ديالي شي حاجة عجيبة، ولكن حيت كنعرف نبيع البروفيل، كنعرف نبيع الخدمات ديالي. اذا اهم حاجه خصنا نعرفوا انها في لا ريشيرش دومبلوا هي انه خصنا غادي نعلموكم من خلال هاد لي سيونس كيفاش تقلبوا بالطريقه المناسبه، وكيفاش تبيعوا لو بروفيل ديالكم، كيفاش تبيعوا الخدمات ديالكم، كيفاش تخليو الشركات هما اللي باغيين انهم يخليوكم معاهم وباغيين يستثمروا فيكم. هاد الدروس غادي تكون مفيدة لكم بزاف، كنتمنى تتابعوها معنا، وابتداء من الحلقات المقبلة غادي نبداو خطوة بخطوة نعرفو شنو هما الطريقة الصحيحة للبحث عن العمل، شنو هو الطريقة الصحيحة لتقديم لو سي في ديالكم، السيرة الذاتية، شنو الطريقة الصحيحة اللي توجدوا بها لونتروتيان دومبوش، كيفاش تنظموا الوقت ديالكم في البحث، كيفاش تماكسيميزيو او تخليو لي شونس ديالكم عاليين بزاف، شنو الاشياء اللي خاصكم تقولوها في لونتروتيان، شنو الحركات اللي خاصكم ديرو، شنو الكلام والاشياء اللي خاصكم تركزوا عليها، والعديد العديد من الاشياء المهمه جدا اللي غادي تغير مسار حياتكم، واللي غادي تخليكم نتوما ماشي نتوما اللي كتبحثوا عن العمل، ولكن تخلي الشركات عندها الرغبه انها تحتضنكم وتستثمر فيكم. موعدنا في الحلقه المقبله وفي بدايه الدروس اللي غادي نشرحوا فيها شنو هي اول خطوه في البحث عن الوظيفه المناسبه. الى اللقاء، الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا لابونمون ولايك، وباش توصلوا بكل جديد وتعرفوا معنا الاسرار الحصريه اللي اذا تبعتوها غادي تلقاو العمل المناسب.